السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. خلينا نشوف الإطلالة. هذه هي الإطلالة حقت الفندق طبعا زي ما تكلمنا البارح. بس شوف إيش المميز الفندق. المميز الكروز. هذه الكروز شوفها واقفة فين؟ قدام الفندق. مرة ما يبغى يعني من هنا تبدأ تمشي وتروح على الميناء. وهذا هو إن شاء الله الكروز اللي فيه رحلتنا إن شاء الله. طيب هو فعلا قريب، لكن أفضل إنه إذا معك عفش وغراض وكذا يفضل تأخذ تاكسي، ما راح يكون الموضوع مكلف، جدا قريب. هذا من سفن الكروز عشان ثاني يوم إن شاء الله تنطلع. MSC Sea View. في الفندق هذه خيارات الفطور. داوي كيف حالك؟ طيب احنا الان موجودين في اكواريوم. الاكواريوم هذا قريب جدا من الهوتيل. الاكواريوم هذا من اشهر الاماكن اللي موجوده في جنوة. وشوف عدي كيف مبسوط. وهنا دخلنا بصراحه الاكواريوم جدا كبير. راح ناخذ التقاطات داخل الاكواريوم هذا، راح ناخذ لكم بعض التغطيات من داخل الاكواريوم. شوفوا هنا طريقة تنظيف الأحواض. يبدأ ينظف الحوض. هذا الغواص داخل جوا ينظف الحوض. من الحاجات المميزة صراحة عجبتني ولفت انتباهي وجود الحوض هذا للبطاريق. صراحة شيء هذا المخلوق أنا يعجبني الأمانة. هنا حوض الدلافين. هذا هنا الدلافين. وهذا هو الفندق اللي احنا نازلين فيه NH Collection Marina. ورحمة الله وبركاته. بصراحة اليوم الأجواء جدا 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 رائعة في جنوة. صراحة شيء يعني تمنيته أن تكون الأجواء رائعة عشان الجميع يستمتع. طبعا الأجواء كل ما كانت جدا جميلة كل ما استمتع الناس. بس أنا دائما تجيني أسئلة واستفسارات، إيش الفرق بين الكروز وسفن العبارات أو الفيري؟ هذه تعتبر فيري أو عبارات، هي اللي تنقل السيارة الناس والسيارات. هذه اليوم هنا واقفة سفينة ديزني كروز اللي هنا باللون الأسود، راح إن شاء الله نصور لكم من داخل السفينة بعد ما نسوي عملية تشيك إن. وهذه هي سفينتنا MSC Sea View. إن شاء الله راح تكون الرحلة عليها. وهذا هو هي جنوة. طبعا زي ما تكلمنا أمس قلنا دائما جنوة جميلة بأن وجودها الجبال والبحر. السلام عليكم. الان احنا خرجنا من الفندق، سوينا تشيك اوت، بس قبل ما نروح الكروز نزلنا على جنوة القديمة والساحة والنافورة. هذه النافورة المشهورة اللي هي دي فيراري، النافورة مشهورة. ونزلنا هنا وعندنا هذه النافورة، وعندنا هنا هذا شارع 20 سبتمبر، وعندنا هنا مقابل الشارع الكنيسة وتمثال هذا جاري فالدي. فنزلنا هنا يعني اللي ناس ناقصته حاجه قبل ما نطلع الكروز او ياخذ حاجه، نرتب الامور وان شاء الله بعد كذا متجهين للكروز. بس بدينا سلمنا هذه، شوف في العربيتين كلها اللي هنا، هذا كل الجروب حقنا سلمناه. الحين ان شاء الله متجهين باذن الله الى الكروز. الجروب هنا تجمع متداخلين ان شاء الله الكروز. مطار او صاله التشيك ان. فاول ما تخش هتحصل تمثال للسفينة. ما هي السفينة اللي راح نطلع، هذه سفينة أخرى اسمها MSC Preciosa. بعد كده داخلين إن شاء الله على التشيك إن وداخلين على السفينة إن شاء الله. هنا أول ما تيجي يوزعوا لك ويلكم أبورد، يعني يرحبوا فيك.
انت فين، في موجود في جنوة، فيدوك بعض التفاصيل موجودة. الان في المينا قاعدين هنا وراي يسوون عملية التشيك ان، شايفين هنا عملية التشيك ان الاستاذ احمد والدكتورة خيرية. فهنا عندنا هنا ام اس سي كروز، شايفين هذا كلها السفن ام اس سي كروز. طبعا هذه السفينة اللي راح نطلعها اللي هي جديدة 2018 ام سي سي فيو، وهذه السفن حقت ام اس سي كروز. طبعا السفينة اللي راح نطلعها هي اكبر سفينة في اسطول ام اس سي كروز. طبعا هنا دحين دخش، بعدين نخش على منطقة التفتيش. فقبل ما تخش يبدا يقدموا لك العصيرات. هنا شوف الضيافة وانت داخل. هاي هاو ار يو، ثانك يو ام اس سي كروز، هاو ار يو سير، هاو ار يو ام اس سي يخت كلب، وير ار فروم سير؟ فروم اندونيسيا. ابا كبا باي ريماكاسي. طبعا زي ما انتم شايفين هذا اللي يستقبلوك مثلا اذا انت حاجز في نادي اليخوت او ام اس سي يخت كلب. بشكل عام ترى اللي يشتغلون فريندلي ومره كيف زي ما شفتوا هذا من اندونيسيا، فجدا جدا الموضوع حلو. هنخش الان ونبسط، احنا داخلين هذا هو ممر السعاده الحقيقي. هذا برضه انت من وين؟ من السعوديه. هذا دلوقتي حتروحوا من هنا عشان يعملوا سيفتي براسكم. اوكي ثانك يو، شكرا. طبعا احنا رايحين هنا هذا مكان السيفتي حق الاطفال. هنا الاطفال اللي طاهر اندر 12 سنه يعطونهم هذه البطاقه السيفتي، مره مهم جدا حق السيفتي هذا انه عشان تراقب ولدك فين يكون موجود. الحين احنا متجهين ان شاء الله للغرفه. غرفتنا في الدور كم يا عدي؟ ها دور ايش؟ 12. يس الان هنا في الغرفه نقول بسم الله. يلا طيب هذه البطاقه دخلناها الغرفه. هذه هي الغرفة راح اشرح لكم الان. هنا عندنا الكرت، نبدأ نحط الكي عشان تشتغل الكهرباء. طيب هذا هي دورة المياه، شايفين هذه دورة المياه. السلام عليكم. دورة المياه مرة حلوة ووسيعة جدا حلوة. هذه دورة المياه. حنخش الان هذا السرير. هذه الغرفة اذا انك غرفة ثلاثية او رباعية حيكون السرير بهذا الشكل مرتفع دورين. هذه مكونات هذا الدولاب السيفتي بوكس. هنا عندنا الأغراض، راح إن شاء الله أشرح لكم التفاصيل جدا مهمة. وهذا الفيو والإطلالة. هذه زي ما قلنا هنا المينا، وهذا دائما يسألني الكابينة كيف وسع الغرفة جدا وسيعة والكابينة وسيعة وحلوة. هناك الفندق اللي احنا كنا ساكنين فيه، امس اصور من هناك واليوم اصور من هنا. هذه الافياش الاوروبية اللي يسألني دائما على الافياش. والان في السفن الجديدة صار يسوون مداخل USB. وهنا الشاشة هذه، طبعا الشاشة ايش فيها؟ فيها اللايف تي في، فيها ام اس سي فور مي، تقدر تخش من هنا تشوف حسابك، راح نشرح لكم بالتفصيل. وفيها هنا فيديو اون ديموند، يعني فيديوهات تطلبها طلب افلام وكذا. فهنا عندنا الحاجات المهمه راح نشرح لكم ان شاء الله. الديلي بروجرام هذا مهم جدا، والديلي بلانر يوزع يوميا في الكروز يوميا، راح نشرح ان شاء الله لكم بالتفصيل. ابدا باذن الله راح نرتب لكم شيء. طيب هذه التاقات احنا طبعناها وتجي مع التذاكر، ودائما ندي العملاء لا طبعا التاق هذا احنا زي ما شفنا سويناه وسلمنا الشنط عند الباب، وهم طلعوا الشنطه جابوها للغرفه. هذه حاجه دائما يسالوني فيها. هنا في الشيء الثاني اللي دائما، كيف الغرفه الرباعيه؟ دائما اربع اشخاص، يكون مثلا سرير مزدوج زي كذا، او بعد كذا ياخذون الكوميدينا هذا ويبداوا يفصلوا السريرين، يصير سريرين منفرده. الثالث والرابع في الغرفة دائما يكونون الكنبة في سفن ام اس سي، الكنبة تنفصل. هاي الكنبة الرفع كذا، عليكم السلام. فالكنبة الرفع كذا، وعدي مبسوط. ها عدي مبسوط حبيبي، فوق تبي تنام ولا تحت؟ فوق، احنا فوق كذا حبيبي ان شاء الله. فالان نبدا شويه
راح نشرح لكم حبة حبة بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله. راح تكون جولتنا 7 أيام وراح نكون معاكم أول بأول بإذن الله. السؤال دائما يتكرر، هل الكروز أو السفن فيها وزن؟ لا ما في وزن. هذه وصلت الشنطة الأخيرة، نحن هذا واحدة من الشنط اللي معاه. هذا الدولاب اللي حق العفش، هنا مثلا عندنا هذه الأدراج تقدر خلاص حنفرغ اللي في الشنط حنحطها هنا. في عندنا هنا السيفتي بوكس، هذا السيفتي بوكس الآن حطينا الأغراض، حطينا الجوازات، خلي الجوازات كلها هنا. وهذا الدولاب فيه مساحات جدا كافية. أوزان في الكروز ما في أوزان معينة للشنط، لكن كل شخص في الغرفة له شنطة واحدة، يفضل 32، بس دائما أنا أقول لا تكثر الشنط عشان ما تزحمك في الغرفة. فنبدأ نفضي الشنطة الآن، هذه نبدأ نعلق تعليقات، بعد كذا الشنطة هذه نأخذها مثلا نحطها تحت السرير ونرتب الأمور. فهذا بحكاية الشنط اللي دائما نسأل فيها. في كروز في الرايحين من يوم ما نطلع الكروز بنروح الفورست، صح يا ريه؟ رايحين شوف خلاص من أول، يلا يا بابا بسبح بسبح، يلا تعال نشوف كيف فعاليات علي اليوم، يلا يلا سباحة. جونيور كلب او ميني كلب، في اول ما تجي لازم تمر هنا تبدا تسجل مثلا هنا اللغات الاسبانيه البرتغاليه الايطاليه الفرنسي الانجليزي، تسجل معلومات الطفل وما ادري وعدي دحين ايش تبي يخش. برضه اذا تبي تتاكد في عندك قلنا هذه حتربط مع الابلكيشن راح اشرح لكم اياها كيف عشان تعرف عدي فين يكون يروح وفين يجي. شوف هنا الاستقبال. Tomorrow afternoon we make a video here with the kids that want to participate. We make a little bit of everything. We have disco time, movie time. هذه منطقة النوادي الأطفال مقسمة بصراحة لأكثر من قسم. عدي راح يخش منطقة الميني كلب اللي هي تكون من 3 سنوات إلى 6 سنوات. بناية تلعب طيب. هنا في الدور السادس في محل بصراحة من أحسن المحلات، في ماركة من الماركات الشهيرة الإيطالية اللي هي اسمها فيشي شوكولا بار، طبعا موجود على 7 MSC سي سايد MSC مارافيليا، محل شوكولاتة يقدم لك الشوكولاتات والحلويات. يعني هنا هذا المحل الشوكولاتات، هنا هذا كله طبعا المحل موجود في الدورين، في الدور السادس والدور الخامس موجود المحل هذا، محل ايس كريم وغلاس وشوكولاته. نروح اركاد جيمز اند بولينج، داخلين على محل العاب وبولينج وشيء شيء. عدي مبسوط؟ طبعا المعلومة السفينة هذه فيها يعني السفينة الوحيدة اللي فيها فول سايز بولينج، يعني مسارين فول سايز، يعني زي ما انتم شايفين يعني اغلب السفن يكون فيها البولينج قصير جدا، يعني شوفوا اللعبة، لكن هنا فيها فول سايز كأنك تلعب ملعب دولي او مكان بولينج بالكامل. هذه كلها هنا صالة العاب، طبعا هنا غير مجانية بالرسوم. طيب هذا سعر الألعاب فورمولا السينما، هذه الأسعار. عندنا هنا هذا السينما، ودحين أوريك الفورمولا أو السيميليتر حق الفورمولا 1، هذا هو اللي تلعب هنا، هذا السيميليتر. هنا عندك شاشة وهنا، فطبعا هنا اللعبة تقريبا ب10 يورو المرة، وعندك زي ما قلنا البولينج
في شيء تشتريه اسمه فان باس، تقريبا تشتريه ب100 تاخذ عليه 20 يورو تقريبا مجانا، يعني تشتري ب100 يصير معك 120، تبدا تستخدمها لين تخلصها في الالعاب انت والعائله كامله. يلا عدي. طيب احنا شايفين هذه الالعاب من الالعاب الالكترونيه، بس هي طبعا ما برسوم لكن جدا رخيصه، يعني شوف ما عاد اللعبه ب1 يورو تقريبا 4.34 هذا ونص هذا سعر. يلا عدي يلا فوز.